جديد البلوجر الشهير نويل روبرتسون بيزور مصر، وده بيعتبر طبعا من أهم أساليب الدعاية الحديثة للسياحة. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية استضافت البلوجر الشهير في زيارة إلى المتحف المصري الكبير، ووجه طبعا هو بدوره الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد استضافته في المتحف الكبير من خلال فريق عمل من الشباب. الحقيقة عبر فيديو نشرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قال: شكرا للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافة، كان يوم رائع وشكرا لكل الشعب المصري. خلونا نروح نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل باقي كلامنا. الحقيقة جميل جدا ان احنا نستغل كل فرصة ان احنا نروج لبلادنا الجميلة العظيمة مصر بتاريخها وحضارتها. في كل مناسبة بنلاقي الحقيقة فرصة للترويج، فشكرا جزيلا الحقيقة للشركة المتحدة على ده. طيب، جهود الدولة لا تنتهي في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، وبتشارك بكل الأساليب الحقيقة الدولة المصرية في